عليكم متابعين ديالنا، نتمنى تكونوا بصحة جيدة وأحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله جيت نشارك معكم الطريقة ديالي بتحضير الدوارة، نتمنى تنال الإعجاب ديالكم وتجربوه، أكيد غادي تعجبكم إن شاء الله. هنايا عندي واحد المقدار ديال الدوارة دجا كانت مسلوقة مع شوية الملح كنت محتفظة بها في المجمد، مقطعة هكا طريفات صغار عشوائيين. غادي نحتاجو معها واحد زلافة ديال الحمص مفزق قليلة كاملة، واحد الحبة ديال المطيشة محكوكة، واحد جوج حبات ديال البصلة مقطعين طريفات صغار. غادي نحتاجو معاهم ثلاثة فصوص ديال الثومة محكوكين، واحد مقدار معلقة كبيرة ديال قزبر ومعدنوس. هنا كانوا عندي مكونجيلي، إلا كان عندكم طري يكون أحسن إن شاء الله. دابا غادي ندوزو للتوابل. غادي نحتاجو لهاد الوصفة ديالنا. التوابل ديالنا غادي نحتاجو معلقة صغيرة ديال الإبزار، معلقة صغيرة ديال التحميرة أو البابريكا، معلقة صغيرة ديال الخرقوم، معلقة صغيرة ديال السكنجبير أو الجنزبيل، وراس معلقة ديال الهريسة أو السودانية. طبيعة الحال كتبقى على حسب الذوق ديال أي واحد. غادي نوضعو القلية ديالنا في طنجرة الضغط، غادي نضيف ليها بصلة مشلضة، وغادي نضيف ليها الحمص كيما قلت لكم في الزقليلة كاملة. دابا ان شاء الله ضفت مطيشة محكوكة، وغادي نضيف الثومة، ثلاثة الفصوص ديال الثومة محكوكين، والقزبر ومعدنوس. هنا غادي نضيف واحد نص كاس مخلط ما بين زيت الزيتون وزيت المائدة، غادي نضيفو دابا التوابل اللي ذكرت معكم من قبل كاملة. هنا ما ذكرتش الكمون لان هنا غادي نخليه هو الاخر حتى طيب ان شاء الله، وغادي نضيف واحد المعلقة كبيرة ديال الكمون. ما تنديروش في الاول باش ما كيمررش ليا الدوار ديالي، كتجي زوينة اللي درناه في الاول كيعطي واحد المرورية مزويناش. هادشي علاش غادي نخليه ان شاء الله حتى طيب، وغادي نضيف واحد المعلقه كبيره. هنا درت واحد معلقه صغيره ديال الملحه ما ذكرتهاش في الاول مع العطريه، قدروا الملحه بطبيعه الحال كتبقى على حسب الذوق، معلقه صغيره او كبيره. غادي نخليو هاد المكونات كاملين تشحر مزيان حتى تدخل ما بيناتها. قد ما تشحرت مزيان قد ما كتجي معلكه وكتدخل العطريه وكتذوب هذيك البصله. من بعد غادي نرويو عليها بواحد جوج كيسان ديال الماء حتى داك الماء كيغطيها. الجدفن غادي يطيب، وهي اصلا دغيا غادي يطيب لان الكرشه ديالنا كنا سالقينها من قبل، يعني جا طيبه ونص طيبه كيف ما كتشوفوا معنا. ديا الشكل من بعد ما قليناها مزيان كتصبع على هذا الشكل، خليتها تقلات على خاطرها كما قلت لكم باش كتدخل في هذيك العطريه مزيان. دابا ان شاء الله غادي نضيف واحد جوج كيسان ديال الماء. الجد فاش غادي يطيب ما نحاولوش ما نكثروش الماء بزاف باش ما تجيش هي هذيك، نحاولوا ندير القياس فاش غادي يطيب صافي. الان دابا غادي نسد عليها الكوكوت، وغادي ندير الصفاره لمده 30 او 40 دقيقه غادي تكون واجده معنا ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديالها بعد ما طابت، الصراحه كتجي زوينه. رافقتها بطبيعه الحال بخبز ديال الدار ما دقيق كامل كيجي زوين كي معاها، وزينتها بشويه الحامض وشويه فلفله حاره. المهم كنتمنى طبق اليوم ينال الاعجاب ديالكم وتجربوا، اكيد اكيد غادي يعجبكم ويولي معتمد عندكم. وكنشكركم على المتابعه، وخليت لكم لهنا وراحت البال، والى فيديو اخر ان شاء الله.